السلام عليكم الخوش، راه مباشرة من السوق ديال التلاج ولاد فارس، اقليم سطات، راه بتاريخ 13/12/2022. ما تنساوش اللايك ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو، وتحياتي لكم الخوت. كنشكر الناس اللي كيتبعونا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. راه خيرات تبارك الله، اليوم من السوق ديال التلاج ولاد فارس مزافة الخوت، والسوق راه تقاد، السوق راه عاد مزيانة الخوت بهذا الشتيوا، والله يرحم فينا والله يزيد ما كثر، الله يزيد ما كثر ان شاء الله. واللي بغى شي حاجه ديال الخروف مرحبا، يتواصل معايا النمره ديالي 07/77/05/06/54. مرحبا بكم الخوت، والله يسهل عليكم والله يسهل على الجميع. وشوفوا الاثمنه في السوق، شوفوا الاثمنه في السوق، وتبارك الله عليكم الخوت، تحياتي لكم. سي حمزه كي داير اخويا؟ كلشي مزيان. ونبداو ان شاء الله بهاد جوج حوالا، راه راس السوق اليوم الخوت. شحال الثمن يا حمزه؟ 104 104 المعطاولة لي ها المشرة، المشرة 104، المشرة ديالهم 104، ما عرفتش دايرين في السن. راسنا الحليب تبارك الله، راسنا الحليب الخوت 104 المشرة ديالهم 5200 درهم، ما كاينه المليح تبارك الله، لا مليح تبارك الله. السي حمزه المليح تبارك الله. كي داير السوق اليوم يا حمزه؟ قهوه وعاد السوق راه عاد مزيان، السوق عاد لا السوق مزيان، وكاين راواج اليوم، لا السوق مزيان وكاين راواج، راه 104 المشرة ديالهم الخوت، خيرات تبارك الله. سي الله يسهل عليك السي حمزه، الله يجيب لك التيسير، خيرات تبارك الله، ما كاينه المليح الخوت. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر والله يسهل عليكم. تبارك الله خيرات تبارك الله. ما شحال عطاكم هنا اخوان؟ 44000، 2200 درهم الخوت، 44000 اللي معطيه. ما شحال فيهم من راس هذو؟ فيهم 10 الحبات الخوت، راه معطيه 44، 2200 درهم، خيرات تبارك الله، خيرات تبارك الله. كاين اللي مليح، هادو اسنان الحليب ياك اخويا، اسنان الحليب تبارك الله، راه معطيه 2200 درهم، 44000. هذا ما عرفت المرقد ديالهم منين اخويا، السلعه ديال البروج، السلعه ديال البروج تبارك الله، المرقد ديالهم البروج الخوت، راه 44000 راه معطيه، خيرات تبارك الله. ياك ما كاين لا عيب لا والو، صافي العيوب، الله يسهل عليكم، الله يسر لك اخويا، الله يجيب لك التيسير. تبارك الله خيرات تبارك الله. ما شحال عطاوك هنا اخويا؟ 42000، 2100 درهم تبارك الله. ما شحال فيهم الراس اخويا؟ 11، فيهم 11 الخوت، راه معطيه 2100 درهم، 42000 المعطيات اللي عاطين. انت شحال عطاك؟ 42، 42000 الخوت، عاطيك فيها 35، اثنين واربعين قال لك لي عاطين، عاطين 2100 درهم الخوت، هات هات شوف، اثنين واربعين الله يصلح عمر الخوت. بديت برامات على ما نعلمو يا عمي صالح، راه مسكين خايف. مليح؟ لا مليح تبارك الله، لا مليح تبارك الله، الله يسهل عليك. السلام عليكم، كي داير اخويا؟ كلشي مزيان؟ خيرات تبارك الله. الوقت عادي تبع دار مزيانه؟ لا 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 حاجه جينا تبارك الله. هذه والده خروف ياك؟ ما شحال الثمن اخويا؟ 34000 اللي عاطين، عاطين 34000، 1700 درهم الخوت، راه بولده. عاد الأم أش دايرة في السنة أخويا؟ أش دايرة في السلم؟ جامعة ياك، جموع صغير، جامعة جموع صغير، جامعة جموع صغير الخوت، راه 1700 درهم، هو هذا الخروف، خيرات تبارك الله. وكي داير السوق اليوم أخويا؟ كي داير السوق اليوم؟ لا السوق مزيان بعد ما عاد الشتيوا، السوق عاد مزيان، والله يرحم فينا، الله يزيد ما كثر إن شاء الله، آمين آمين. السوق بعد راه تقاد، السوق راه تقاد. آه مرحبا، مرحبا. سي ياسين كي داير اخويا؟ كلشي مزيان؟ اليوم مغير لك لا السلعه شويه قليله، والسوق ديال التلاج ولاد فارس ما كتدخلش ليه السلعه بزاف. ما شحال عطاوك في هذا الخير السي ياسين؟ يلا خديتي
54000 المشرة ديالو 54000 الخوش 2700 درهم. ما عتش داير في السنة ياسين قياسنا الحليب تبارك الله، راه المشرة ديالو 54. كي داير السوق اليوم ياسين؟ شوية بعد راه الرواج راه كاين على السيمانة اللي فاتت، ولا الرواج كاين مع هاد الشتيوة، وبعد راه الوقت راه غادي غتصاوب بعدا. راه 54000 تبارك الله 2700 درهم. قلتي باقي اسنا الحليب ياسين، اسنا الحليب تبارك الله. ولينا النميرة ياسين، واللي بغى راه يتواصل معاك ولا باغي تبيعي هنا 06 17 59 07 66. تبارك الله عليك السي ياسين، واللي بغى راه تقاد مع المشاهدين ان شاء الله. سي الله يسخر لك اخويا. خيرات تبارك الله. شحال عطاوكم هنا عبد الكبير؟ 47000 اللي معطيه. مع شحال فيها من راسها؟ فيها 9 الحوالة الخوش، راه معطيه 47000 الخوش 2350 درهم. حوالة راه مليح تبارك الله 47000. ياك ما كاين لا عايب لا والو. واحد رشتو راه فيه بحال لاط راسه. ياك هذا الشيء اللي كاين راه كنقولوا للمشاهدين، راه 47000 اللي معطيه 2350 درهم. كاينين 9 قلت هي 9 تبارك الله. خيرات تبارك الله. اليوم راه بعدا راه شويه راه داخل المليح، اليوم راه شويه داخل المليح في السوق ديال الثلاث ولاد فارس. والله يسر لك استاذ كبير، الله يسر الامور. خويا يبقي كبير بخير، كلشي مزيان، ومازال ما بعتيش هذا الخير اخويا. مع شحال كتقول اخويا يبقي؟ 40000 2000 درهم اللي قال لي يوم الخوش. ما شحال عطاوك المعطى؟ 40 اللي قال لي يوم الخوش. اسنا الحليب الخريف، اسنا الحليب تبارك الله، قال لي يوم 2000 درهم الخوش 40000. كي داير السوق اليوم الخريف؟ كاين الثمن ياك؟ لا كاين الثمن مع هاد الشتا، كاين الثمن حتى شويه الثمن. السوق بعدا راه عاد شويه، السوق عاد مزيان، السوق عاد مزيان. والله يسخر الامور. راه 40000 اللي قال لي يوم الثمن ديال البيع، مقياسنا الحليب. والله يسر لك الخير يبقي، الله يجيب لك التيسير، الله يسر الامور، الله يسهل عليك، الله يجيب لك التيسير. امين امين. انتم خرج فيت ما شحال كاين انت الشيء ديالكم؟ انا نسولوا الخوت على النباتيين، ما عرفنا شحال الثمن ديال داخل اللي كان جاب. هيا راه يكون فيهم الثمن، راه يكون فيهم الثمن، هذا الغوص الصغير كيكون فيه الثمن. والله يسر الامور.